كل تاكيد تاليسكا وحمد الله سرعه الانسجام اللي فيما بينهم بروح لك الوليد ها وارجع لك انت تاليسكا لان اليوم علي يهمني رايك في وليد. يعني كنا فوق نتفرج على المباراه واعطيتنا ملاحظه قويه لا وبعدها قمت تصفق في حال ابغى اشوف وليد الاسلوب المدرب النصر اسلوب يبني على بناء الهجمه. وليد اللي يمكن في كرتين قبل هذه الكوره هنا بناء جدا جميل وكان حاضر يدرك مدى اهميه او اسلوب اللاعبين اللي معه. هذه من اهم النقاط اللي كان فيها وليد. في كرتين ما كان موفق بس في كوره مميزه جدا جدا اللي هي الهدف الثالث البناء من الخلف البناء نعم من الخلف الهدف صحيح الثاني اعتقد صحيح اللي هي هذه الكوره. هذه هي الكوره ثقه كبيره من وليد بناء هجمه جدا مميز. لاحظ حركه اللاعبين بدون كوره هذا اللي كان يفتقدها شغل النصر العام الماضي في 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 في, في هذا الهدف بناء من الخلف يعطي ثقه كبيره سواء للحارس للمدافعين خط الوسط خط الهجوم. كوره بداها وليد وانهاها تريسكا بطريقه جدا جدا مميزه بكل تاكيد. من اول علي اول الحاله جت وليد اخطا فيها قلت لازم يلعب مع اللاعبين نعم. مهم جدا لان اسلوب نادي النصر اسلوب لازم تبدي الهجمه من 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 الخلف. ولكن في نقطه بعد جدا مهمه بعض الاحيان يحسوا ان الحارس ما عنده امكانيات كبيره. شوف ارقام يا علي في الارقام سبع كرات طويله صحيحه في 10 تمريره هذه بتيجي مع الثقه مع المباريات مع التعود على اسلوب نعم. صحيح. الـ 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 الـ